بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنحمد الله ونشكره على هذا الفوز الثاني على التوالي باللقب العربي. صراحه كنفتخر بزاف بهذه المجموعه اللي كتكتب التاريخ باقلام من ذهب. كنحمد الله ونشكره. كنبغي نشكر السي هشام الدقيق على المجهودات الكبيره اللي كيقوم بها، وكذلك الطاقم التقني والطبي وكل من ساهم في هذا التحقيق، هذا النجاح وهذه الانجازات الكبيره. صراحه فرحه كبيره بزاف لا توصف، وبالخصوص ملي كتستقبل في المدينه ديالك ليا القنيطره وكتشوف هذا الحشد الجماهيري الكبير والجماهير المغربيه اللي ساندتنا، في صراحه طالت اجواء البطوله العربيه. فرحه كبيره بزاف، وكنبغيو نقولوا لهم شكرا بزاف، وهذا واجب وطني. وعلى ودي هاد التظاهرات وهذا الشيء هذا كنديروا هذا الشيء لا توصف. هذا كيدل على اننا خصنا نخدموا، وكما كتشوف الحمد لله العمل انت كتشوفوا عامين متابعه وحنا كنلعبوا على برا، يعني باش تجيب كوب على برا ما ساهلاش. التوفيق ديال الله عز وجل، وصراحه الكوتش اللي دار معنا واحد المجهود اللي شنقول لك، مجهود اخوي مجهود اب، صراحه ما نوصفش ليك هذاك الشعور، صراحه ما نكذبش عليك، باش نجيبوا هذا الكاس وباش باش نفرحوا المغاربه ونفرحوا الرياضي الاول سيدنا الله ينصرو. وانت كتشوف الدليل على عينيك، والحمد لله التوفيق ديال الله عز وجل. الحمد لله. اولا نبغي نشكر الله عز وجل على الانتصار وعلى الفرحه اللي دخلنا عليها قلوبنا وقلوب الجماهير، فالحمد لله هذه فرحه كبيره. فذلك كما تشوف هاد الناس اللي جاوا واستقبلونا فشرف لنا، فالحمد لله. الفرق اللي كاين بين هو انه الحمد لله ذاك العام كنا ناقصين نشوف العناصر، ولكن الحمد لله دينا البطوله، ولكن هذا العام كانت الصفوف مكتمله، جاو الدراري الحمد لله اللي تيلعبوا في الديال الاوروبيه وعاونونا، وكانت في الحقيقه المقابلات كان فيها شويه ديال الصعوبه، ولكن الحمد لله بحكم سي هشام المدرب ديالنا اللي تنبغيو نشكروه بزاف من هذا المنبر هذا، اللي تيعطينا بزاف ديال الحوايج الايجابيه، فهو الحمد لله تكلف، والحمد لله كما حققنا الفوز الثاني ديال هذه البطوله اللي تنبغيو نهديوه لجلاله الملك والسيد القجاع والجماعه المغربيه كاملهم. الله يعطيك الخير. وما تنبغي نشكرهم بزاف، هما الدعم ديالي من بعض الله عز وجل، هي الزوجه ديالي والام ديالي، ف شنقول لك هي اللي ديما تعطيني هي السند الاول والقوه ديالي، فتنبغي نهدي لها هذا اللقب حتى هي، وان شاء الله باذن الله ونفرحوا جميع المغاربه باذن الله. فكما قلتي جميع المنتخبات تقريبا في فترة البطوله ما لعبوش علينا ضغط، الا المنتخب العراقي لعب معنا ضغط وتيخرج بالباور كما تنقولوا حنا اسان. علاش هو خرج؟ حيت خاف يستقبل بزاف ديال الاهداف، كما شتي راه ما شكلش علينا خطوره في الباور، ما بغاش يماركي، هو بغى يهدئ اللعب ويستريح، حيت ما قدرش يجارينا في النسق ديالنا الكروي. ولكن الحمد لله في دوزيام ميطون السي هشام عطانا تعليمات بين الشوطين، فالحمد لله طبقناهم وجات عطات الاكل ديالها، والحمد لله ربحنا المقابله بسهوله. كاين تطور الحمد لله، الفرق كامله تخدم كما حنا خدمنا وتطورنا، حتى هما تيخدموا، ولكن الحمد لله حنا الخدمه ديالنا كانت شويه سبيسيال. ف تنبغي نعاود نشكر على السي هشام على الخدمه ديالو، والجميع على حسب حتى هي على حسب الظروف اللي توفر لنا هي جيده الحمد لله. وشكرا لكم انتم، والله ما يسر وديما مغرب.